يعني لغاية هذا التاريخ إسرائيل لا تعرف ماذا تفعل، يعني لا يوجد لديها عقيدة قتالية تلائم الوضع في غزة، والاستراتيجية بشكل عام يعني أنا أعتبرها فاشلة، لأنها لن تحقق الأهداف المعلنة اللي قالت إنه نزع سلاح، قتل أو تدمير مصادر قوته، قتل قادته إلى آخره. العمليات اللي نلاحظها الآن هي عبارة، الغاية منها الحقيقة أنها عزل ومحاصرة مدينة غزة. يعني ممكن أن يصلوا إلى هذه النتيجة، نتيجة القوة الهائلة النيرانية اللي بيستخدمها سلاح الجو تبعهم، أيضا عملية المدفعية والدبابات والمدرعات اللي عمالهم بيضيقوا الحصار عليها في حدود 360 درجة من بيت لاهيا حنون. شفنا القصف في الجباليا، أيضا في تقدم بسيط من الشمال الغربي باتجاه شارع الرشيد، فهم يحاولوا ذلك، ويعني واستغلال الخاصرة الضعيفة جحر الديك للوصول وتلاقي هذه القوات من البحر. فهذا الوضع الميداني بشكل عام، لكن كلما يقتربوا نحو المدينة سوف تكون هنالك صعوبة بمكان بالنسبة لأسلحة الإسناد تبعها، أقصد هنا سلاح الجو المدفعية بشكل خاص، وعملية الاستخبار أيضا الاستخبارات سوف تكون شحيحة أقل في هذا الخصوص. يعني سوف نشهد هنا، سوف تبدأ يعني الحقيقة حرب المدن الحقيقية وحرب الأنفاق، استنزافية دموية تكلفتها عالية.